خفايا وأسرار النجوم. مدام مريم، حضرتك برضو قريبا أثرتي ذوبعة بأن أنت قلتي رأيك صراحة في برنامج خليك بالبيت مع زميل زي حواس وشهيراز في تلفزيون مستقبل، وكانت السبب الذوبعة تعليقك على ألقاب الشاشة بالنسبة لسيدة الشاشة فاتن حمامة، وكلمت الأستاذ عادل إمام اعترض تماما. قلتي ايه بقى ورأيك؟ انت ما زلتي مصرة على رأيك؟ طبعا اي حتراجع اذا كان انا رأيي صح. هقولك في ألقاب مستفزة، يعني مثلا سيدة الشاشة العربية، طب انا مثلا مريم فخر الدين، شادية تطلع ايه؟ جرابيع، احنا الاثنين جربوعات الشاشة العربية. هند رستم تطلع ايه؟ مادة صباحي تطلع ايه؟ سعاد حسني تطلع ايه؟ يعني دي بقى الرئيسة بتاعتنا واحنا العوالم اللي بنغني وراها ولا ايه؟ هتجيب الافلام نتفرج عليها. دعاء الكروان من احلى الافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، انما انا عندي رد قلبي والايدي الناعمه ولا انام. كنت انا وفاتن كلنا عندنا حاجات كتيره جدا. ماده الصباحي كفايه عندها جميله ابو حريت، شاديه عندها المراه المقبوله وحاجات عظيمه الحقيقه. يعني ما فيش داعي، في القاب مستفزه، في القاب جميله، يعني مثلا عندليب الاسمر يا اختي عليها، كان في اياميها في عبد الوهاب، وكان في فريد الاطرش، ما قالش انا ملك الطرب، قال انا العندليب الاسمر. يعني في القاب جميله. وبعدين في امريكا في مارلين مونرو، حد قال عليها ملكه السكس بتاعت امريكا؟ ايه يعني ما حدش قال عليها اي لقب. انت قلتي يوميها زميل زي وهبي، بصلح الاسم، جالك مكالمة معاه على الهوى من الفنان الكبير عادل إمام. فنان عادل إمام هو ممثل زينا، وبيعرف يرفع حاجب ويقفل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، وممثل زي أي ممثل يعني. باختصار أنا مش بهاجم عادل إمام، أنا بهاجم لقب. ولو هو هيعمل مسرحية السيد الشغال، طب ما نقول عليه سيد الشغال يعني بدل زعيم. ما هو قال على نفسه انا مش زعيم مره بعد الكلام ده. قال يعني انا عشان عملت مسرحيه، لا هو الزعيم في المسرحيه بتاعته. انا معاه. وكوكب الشرق، كوكب الشرق، لا سيده الغناء العربي، حاجه زي سيده الشاشه العربيه. حد قدر في الدنيا يفتح بقه يوصل لام كلثوم؟ ابدا. ايه مطربه صغيره انت، ام كلثوم بالنسبه لك حد في مصر؟ ابدا. لا يمكن. هي تستاهل اللقب ده. انما سيده الشاشه العربيه دي كلنا زيها، كلنا في الخيم. رايك ايه في كلام مدام مريم؟ طبعا كل واحد حر في رايه، بس يعني يمكن مجازا عشان النجم عادل امام ليه مواقف. يعني ليه مواقف بمعنى ايه؟ ايام ما كان الارهاب متفشي في مصر، راح الاقصر، كان الاقصر اسيوط. ايوه كلنا لنا مواقف، دي بلدنا كلنا وبنحبها كلنا، واللي يعرف يعمل حاجه بيعملها. ايوه بس يعني كلنا لنا مواقف. عمل ايه يعني؟ طلع الانجليز؟ لا ما طلعش الانجليز. عمل ايه يعني؟ يعني هم قصدهم زعيم، زعيم فني يعني. مش مثل وخد اجر؟ مثل وخد اجر. طيب وانا مثلت وخدت اجر، وانا في النقابه وهو في النقابه وكلنا في النقابه، يعني هقول لك مفيش حد احسن من حد، كلنا بنعمل اللي ربنا مديهولنا. انا زمان كان ربنا مديني اقدر امثل في حته واسعه، النهارده بقيت ضيقه. معلش انا مش زعلانه يعني، مش اشكال يعني بالنسبه لي. احنا طبعا مع شده الاحترام لراي استاذتنا وفنانه مدام مريم فخر الدين، احنا ده رايك انت مسؤوله عنه. وانا هخش السجن عشان قلت الحمامه السيده في الشاشه. هقول لك حاجه، انا ما استجريتش اقول الجمله دي الا بعد ما سمعت من بق فاتن حمامه لطبله ودني ان انا لو شفت الكاميرا هنهار، يعني مش هتمثل تاني. يعني الاسم ده مش هتستلزق بيه، ما في ممثلات تانيه عندهم القاب، انما دول بيستلزقوا بيه مش عارفه ايه وايه وايه، يعني في القاب تانيه مش هتستلزق بيه، فتسيبه بقى، تسيبه لنا. احنا بنكن كل الاحترام والتقدير لسيدة الشاشة العربية فنانة فاتن حمامة، نتمنى في يوم من الايام انها تكون معانا في الليلة، وكمان الفنان الكبير عادل امام. وطبعا الاراء دي اراء شخصية، واحنا ديمقراطيين، اي حد يجي جادلنا فيها. الزعيم ده زعيم بلد، انما ده زعيم مسرحية. اوكي
ده انا معاك صح ولا غلط؟ مش زعيم الفنانين، زعيم المسرحية اللي هو عاملها اللي اسمها الزعيم. بس قد يكون الجمهور وضع عادل امام زعيما للاداء الجميل والاحساس العظيم، وقد يكون وضع فاتن حمامة في نفس النجاح. الله يرحمه، هات الماضي بتاع وول بتاع هتلاقي عامل قد عادل امام 80,000 مرة. هتنكري فريد شوقي يا عيني اللي اشتغل 50 سنة وطلعت روحه يا عيني وفتحت انتريه ليه؟ ده ملك فعلا. الله يرحمه الفنان الكبير فريد شوقي، وهيظل برضو من اهرامات الشاشة العربية. واحنا بنفخر بيكم كلكم، وبنفخر بكل فنانينا الكبار اللي هم اعظم القاب نهائي. انت مش عايزه القاب، يمكن الجمهور بيدي الالقاب يا مدام مريم، بيدي الالقاب. ما بيديش القاب، احنا بندي الالقاب لروحنا. انت معترضه؟